بعيدا عن ذلك مشاهدينا، في إطار حرص مصر على تعزيز العلاقات الثنائية مع أذربيجان، تنعقد اليوم بمدينة باكو عاصمة أذربيجان اجتماعات للدورة الخامسة للجنة المشتركة المصرية الأذربيجانية للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني، وذلك برئاسة وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط ووزير النقل الأذربيجاني. يأتي انعقاد الدورة الخامسة للجنة المشتركة في ضوء العلاقات الثنائية المتميزة ما بين البلدين في كافة المجالات، خاصة علاقات التعاون الاقتصادي والعلمي والفني. من المقرر أن يتم عقد عدة لقاءات ثنائية ما بين وزيرة التعاون الدولي وعدد من المسؤولين من دولة أذربيجان.